في إطار يعني البرنامج الحكومي اللي كان في سنة 2012 تم يعني إنشاء واحد صندوق اسمه صندوق دعم التكافل الاجتماعي، وفيه واحد المحور ديال التشغيل الذاتي. بالنسبة لنا نتيا في العيون كيف كنقولوا دائما على أن معدلات الإعاقة أول شيء مرتفعة بزاف، والإعاقة مرتبطة بالعجز البدني واللي ما كيفتحش للإنسان على يدخل سوق الشغل. مزيان كنسجلنا بارتياح هذه المبادرة هذه الحكومية واللي انخرطوا فيها أغلب ديال الأشخاص ذوي إعاقة في هذا الإقليم هذا من خلال واحد المسار إداري وطبي طويل، على أنه خاصك تجيب ما يفيد هذه الإعاقة هذه، واحد يعني تمشي عند مجموعة إدارات معينة ومن بعد يعني تمونتي البروجي ديالك، ومن بعد هذا المونتاج ديال البروجي كتدوز قدام لجان، لجنة خاصة بالتعاون الوطني وأيضا لجنة تابعة لانابيك، وهذا الشيء من 2015 يعني دفعت الناس ملفاتها بأمل على أنها تخرج من هذيك الشرنقة ديال الفقر وديال ويعني كبوابة، يعني التمكين الاقتصادي كيف كنعرفوا كاملين هو بوابة للخروج من هذيك العزلة اللي تفرض بعض المرات على الأشخاص ذوي إعاقة، وأيضا شكل أشكال المساعدة في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وما إلى ذلك. الأساسي على أنه من 2015 الناس دفعت الوتيرة ديال المعالجة ديال الملفات جد بطيئة، الغلاف المادي كان أيضا محدود جدا، مع ذلك الناس يعني كانت كتشوف هذا يعني واحد ليسوي واحد المساعد على الخروج من هذا الإشكال. هذا الغريب على أنه فاش مؤخرا من بعد هذه الانتظارية اللي 8 سنوات تقريبا يفاجأ المعنيون بهذا الملف هذا أو هذا الدعم المادي اللي كيتسناو باش يديروا مشاريعهم الصغرى، على أنه الوزارة خرجت واحد المعالجة جديدة أثر رجعي، يعني هذو اللي كانوا كيتسناو 8 سنوات غادي يسرع لهم هاد المعالجة الجديدة هي عن طريق الولوج الإلكتروني والتسجيل وما إلى ذلك، وبالتالي على أنه هذا شكل واحد الإحباط بالنسبة لهم، لأن أغلبهم كان كيتسنى التأشيرة الأخيرة باش يتوصلوا بهاد الاعتمادات المالية للدعم المشاريع ديالهم اللي تمت كيف قلت لك الموافقة عند لجان محلية وجهوية، وتم رفع الموضوع للمركز باش تم التصفيه الماديه باش يتوصلوا بها هاد الناس. هذا الاشكال على انه احنا امام واحد المفترق طرق، يعني الاستقبال لمجموعه حالات ينم عن غضب وعن احباط وعن يعني تساؤل حول الجدوى من التعامل بهذا بالمزاجيه اللي بغينا نقولوا بدون يعني مراجعة لها الهدر الزمن اللي فات ديال 8 سنوات ديال الانتظار بالنسبة لهم. وكلموك صادقا على أنه البعض فيهم توفى، البعض يعني صرف النظر، ولكن الملفات اللي كانت على وشك على أنها تعالج يفترض على أنها تعالج، ومن بعد هذيك الساعات إذا كانت شي آلية جديدة أو ما إلى ذلك ممكن على الجميع ينخرط فيها، ولكن باش أنك واحد تشدو 8 سنوات وكيتسنى واليوم غدا ودائما ماشي للمصالح اللي عندها علاقة بهذا الموضوع هذا، يفاجأ على أنه بمجرد قلم تم على أنه إدماجه في واحد المسطرة جديدة، شوفش من وقت غادي تشد، شوف بحالاش سميته هو. هذا بالنسبة للإخوان اللي توصلنا معهم أو تواصلوا معنا وحملونا هذه الرسالة هذه على أنهم بالنسبة لهم موضوع غير مقبول بالمرة.